السلام عليكم الاخوان ديالنا، تحياتي لكم جميعا. تتمه الفيديو، دابا غادي نصوروا الاخوان السيرف كاستينغ، يعني الدراري السيرف كاستينغ. اول حاجه غنبدا لكم، هانا اللهم بارك، عندنا المليح اكامي ديناميك سيرف، هادو بحال اللي كانوا عندي مؤخرا، كنت كنصيد بهم. اخطر قصب اللي كاين عند الاكامي كيجيو لهم ثلاثه ديال الريوس الاخوان، هانا اللهم بارك، يجيو لهم ثلاثه د البونتات. هادو هما كتجي من موراهم، صافي كتجي من موراهم تشيكارا، كاين شي يعني شي حاجه تحت منهم. انا اللهم بارك، خصيبات مهندين رقاقين وخفافين، ديناميك سيرف موتي تيب، الخدمه ديالها 40 طن الكربون، اكسيون 100 250 فيها 4 متر و25، نص الوسطاني ديالها عندها جوج د الخراسي فوجي، عندنا ثلاثه د البونتات، هادو كاملين فوجي، كلشي فوجي. والبونته ديالها الراس ديالها اللي هو هدايا، نوريكم شي معلومات عليا الزربه في الكتالوج ديالها. هنا الاخوان كما كتشوفوا كاينه تشيكارا، فيها ثلاثه السيريز، كتجي من مورا هاد الاكامي ديناميك. الثمن ديالها باش كتباع خاصها تتباع 399 الاورو، ولكن ان شاء الله غادي نقصوا لكم عليها في الثمن. هانا اللهم بارك، اكامي ديناميك، المعلومات ديالها، المسائل ديالها كامله، كلشي موجود. كاينين منا اخوان جوج الحبات، ها هما كانوا عندي واحد جوج اوكازيون كنت بعتهم، هادو جدادين عاد جاو، ها هما موجودين. عندنا هنايا كاليكونان اكستريم، سيكا كيس ديال كاليكونان عاود توصلنا به، صاب ديال الوحوش، شي حاجه فوجي. هانا اللهم بارك الاخوان، اكستريم 4 متر و50، لاكسيون فيها حتى 350، ها هي 150 350. ولكن واحد النقطه نوضحوها للاخوان، هادو اي قصبه شتي فيها 350 ماشي غتمشي تلانسي ب 350 غرام، راه داك هاد الاكسيون هذا خصك تقسمو على جوج، يعني بنادم بزاف الدراري كيحسب لهم هاد الاكسيون هذا، به مثلا القصبه غتشحط لك 150 حتى 350 راه تهرس واخا تكون كما كانت. حاول الاخوان هادي تشحط 150 غرام مع راسك تتشبع. عندنا هنايا شي حاجه جديد، ها هي هذه اخر قصبه في الكاليكولاس اللي عملتنا هذا العام، شي حاجه خطيره. هذه بحال اكامي نوبيلا الاخوان، 4 متر و50، قصيبه واعره، سبيليون سيرف، شي حاجه كربون مزيون، بورت موليني كتشوفوا هذه كامله مفتوله بالكربون. هادو الله ينعس الشيطان ما جاوش بزاف، ولكن الحمد لله نحاولوا نحضرهم لكم. كاينين دابا جوج الحبات منهم، خراسي فوجي فاز لايت، هادو على حسب تخرج ديال الخيط، على حسب الكربون ديالو، من الخدمه كلشي ناضي. بونتا ديالها ها هي اللهم بارك، بحالها بحال نوبيلا، شي حاجه واعره، قصبه واعره رقيقه وخفيفه، عندها واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته وجوج هنايا فوجي فاز لايت، ماشي فوجي العاديه، في 8 د الخراسي، شي حاجه طوب طوب طوب. انا اللهم بارك، انتوما كتشوفوا هنايا مية كاتبين لك 140، شنو هذا الوزن ديالها، 740 غرام، 405 متر و50. انا اللهم بارك، شي حاجه واعره. الاكسيون فين عاملينه الاكسيون؟ ها 100 250، ها شي معلومات عليها اخرى كما كتشوفوا هنايا، مسائل ديالهم شي حاجه ناضيه. هذيك كتسمى هديه على هي اختها. عندنا هنايا بوستوك عاود الجديد الاكامي، ان شاء الله السيريات ديال عفوا كاليكونان كاملين غادي يكونوا عاود. هادي عاود اللي كيبغي الخفه، عاود قصيره خفيفه، هادي السيري الاخري، خراسي فيها فوجي فاز لايت كما كتشوفوا معنا، توبولار حتى هي 4 متر و50، هادي فيها 530 غرام ولا 560 580 غرام، السمك ديالها 23، قصيبه خفيفه، لاكسيون 100 200، شي حاجه ناضيه اللهم بارك. هنايا كما كتشوفوا معنا ها هما موجودين، هذه هي الحاله، هذه هي الاكستريم، وهذه هي ديال الباروس. عاود الدراري اللي كيبغيو 4 متر و20 في الطوبولار، ها هي اللهم بارك، شي حاجه عاود الباروس المليح، ها هي التاسك فورس 4 متر و20، شي حاجه عاود الكربون باش مخدومه مزيونه، كتجيب هاد فحال بروتيجي سبقنا كنا جبنا واحد البياسه منها مره اخرى على قالت هي، حتى هي موجوده. عندنا هنايا هادو بوستوك 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 اكستريم، وهادو اللي كنا بارطاجينا معكم كاليفورنيا العاديين بروتون، عاود حتى هما موجودين.
وموجود الخير الحمد لله. قصيبة ديال سورف كاستينغ موجود اللي بغيتو كاينه الحمد لله. المهم هذا اللي دخلنا اليوم ان شاء الله كريم. كاينه بوستو كاينه الاكستريم وكاينه هاد سبيليون وكاينين هاد الاكامي ديناميك. هذا ما كان الاخوان اللي بغى شي حاجه في القصيبه تيخلي لنا ميساج على الرقم ديالنا في الواتساب. وما نساوش كاينين هنايا جوج الملكات عاود الله وما بارك، ها هما عاود جبنا لكم المليح. عندنا هنايا الدايوا البرو كاستير شي حاجه اللهم بارك، مستعملين في حاله جيده شي حاجه يعني كاع ما بقات خراسي فيهم. فوجي شنو فيهم طورزي تيتانيوم فيهم شي طورزي خراسي ديالهم الاخوان هنايا كما كتشوفوا ها هي فوجي تيتانيوم شي حاجه اللهم بارك. كاينين جوج د البياسات مستعملين بحال اللي كانوا عندنا مره الاخريه، عندنا جوج د البياسات فيهم ها هما بوشيطات ديالهم ها هما هنايا. غادي نحاولوا نعملوا لهم ان شاء الله حتى هما حباك ديالهم مع الضايو بحال مره اخرى. وهذا ما كان الاخوان، اللي بغى شي حاجه خلينا ميساج على الواتساب. وتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.